بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم احبائي في هذا الفيديو اللي هنشرح فيه احد مواقع الذكاء الاصطناعي المتخصصه في شرح الرسومات والاشكال. يعني احد الاشخاص بعت لي هذا الملف، وبعدين بيطلب مني بيقول لي هل ممكن ان احنا يعني نعرف نشرح ايه اللي موجود فيه الملف. يعني زي ما انتم حضراتكم شايفين دي صور، انا ما اعرفش محتواها ايه. فاحيانا البعض بيبقى عايز يعرف، يعني حد يشرح له الرسمه ديت الشكل ده. احنا شفنا مواقع بتشرح جداول، شفنا مواقع بتشرح معادلات، لكن ما شفناش مواقع بتشرح اشكال. خلينا نروح نشوف الموقع بتاعنا الجديد النهارده اللي ممكن يشرح لنا ايه معاني الاشكال دي. على فكره في بعض الناس بتسالني بتقول لي انا عندي ملفات فيها كتابه بس مع على شكل صور، ازاي استخلص منها النص اللي موجود؟ يبقى في مشكلتين. المشكله الاولانيه ان انا عندي ملف فيه صوره عايز حد يشرحها، المشكله الثانيه انا عندي ملف لكنه فيه كلام، لكن الكلام ده في هيئة صورة، كلام مكتوب، فبالتالي ازاي ان انا استخلص الكلمات الموجودة. تعال مع بعض نشوف احنا هنعمل الكلام ده. هنروح مع بعض على الموقع الجميل جدا اللي كتير منكم للأسف الشديد بالرغم انه اشترك فيه الا انه ما نزلش الاكستنشن بتاعه. الموقع هو عبارة عن صيدا اي اي، الموقع متميز جدا. هبعت لك حط لك الرابط، وزي ما قلت ان الرابط ده بيخليك فرصه انك تجرب تشات جي بي تي 4. اول ما بتوصل بقول لك كونجراتيليشنز، انت ممكن تجرب معانا الموقع ده، تقول له تعالى مع بعض ان احنا يعني ندخل على الموقع. محتاج نعمل اكونت وبعدين نعمل الاكستنشن بتاعنا. مجرد ما بدخل على الموقع بعد ما بسجل بجد ان انا عندي هنا بيقول لي يعني ممكن انك انت تاخد جوجل كرومز. طبعا جوجل كرومز ده هيديك مميزات كتيره جدا جدا جدا. اول ما بتروح على الموقع هنا بيقول لك اد كرومز، عايز تضيفه الى، مجرد ضغط هنا اهوت هتظهر لك الشاشه دي، تقول له اد اكستنشنز، هيضاف في الاكستنشنز اللي موجوده هنا اهوت بشكل سريع جدا، بشكل يعني ما بياخدش حاجه لانه ملفات صغيره. مجرد ما بينزل لو رحنا في المكان ده بنلاقيه موجود، ممكن نثبته ان احنا نخليه كده. مهم جدا تستكمل الخطوتين دولت لان ده بيدي لك فرصه زي ما انا قلت ان انت تقدر تجرب تشات جي بي تي 4. هنا الموقع مليء بالحاجات، انا كل اللي هتكلم عليه مع حضراتكم فقط هو ازاي ان احنا نستخدم. طبعا الموقع فيه اشياء كتيره، لكن انا بقول هروح هنزل وهنزل عند الجزء اللي تحت ده كده، خليني اعمل زوم عشان اوضح لحضراتكم انا عايز اعمل ايه. لو نزلنا تحت في هذا الجزء بلاقي ان انا ممكن لو عندي صوره في اي حته ممكن اخدها، ولو عندي صوره على ملف زي الحاله اللي احنا قلناها ممكن برضو احملها. فانا هعمل كده اقول له ابلود ان ايمج، تمام. وانا طبعا شغال في الجوجل كرومز شات جي بي تي 3.5، ما اشتغلتش على الفور. ببساطه يعني هاخد اروح اشوف الصوره اللي انا عايزها. انا مثلا على سبيل المثال هروح على الصوره رقم 3، صورة رقم صفحة 3 كان في صورة، أي طبعًا الملف مليان صور. فمجرد ما بضغط عليه على بحددها كتبت بقول له كده أوبن، فهيبدأ يفتحها لي بهذا الشكل. لاحظوا بيديني أكتر من اختيار، اكستراكت تكست فروم إيمج أو ديسكرايب ذيس إيمج. لو عايز أصف أو عايز أطرح أنا سؤال بقى من عندي، يعني ممكن أطرح على الصورة ديت سؤال خلاف ولا ديسكرايب إيمج ولا اكستراكت. اكستراكت تكست يعني طلع لي الكلام المكتوب من الصورة ديت، او ديسكرايب او صفه. تعال نجرب مع بعض ان هو يوصف لي حقيقه. لو احنا بصينا للصوره في الملف بتاع البي دي اف يعني مفيش كلام مكتوب او يوضح بالظبط ايه اللي مطلوب. خليني بس افتح الصوره شويه عشان حضرتك تبقوا معايا. فانا هختار ديسكرايب ذيس ايمج، اوصف لي. فهيبدا طبعا ان هو هيستخدم سايدرز فيرجن. طبعا ادي الصوره فعلا هي موجوده، وهو هنا بيحاول يستخلص الوصف اللي موجود في الصوره ديت باستخدام تشات جي بي تي 3.5. طبعا بيقول لك this image، طبعا بدأ عمال يكتب اهو، this image is a diagram or flow chart that illustrates the process of cellular respirations. It shows the different stages of cellular respirations. يعني ده بتبين مراحل حاجه اسمها cellular respiration، اعتقد التنفس الخلوي او حاجه including مش عارف كذا. طبعا الناس المتخصصه اللي هم هيقدر يستفيد وهيقدر يفهم المحتوى ده هو شكله عامل ازاي. اذا انا ممكن احمل صوره ومن الصوره ديت ابدا اقول له اوصف لي. طبعا زي ما قلت ممكن اطرح اي سؤال، انا مش عاوز اجتهد واطرح سؤال ما يكونش ليه معنى، لكن انا ممكن الصوره دي مش عارف كذا. شوف بقى صاحب الموضوع يقدر يعني additionally the text detected text in the image
ري طبعا حتى بيقول لك ان ده النص، والنص حتى مكتوب باللغه الفرنسيه which translate to، وممكن ترجمته الى اللغه الانجليزيه على انه سيل سايكل تشيك بوينت ان انجلش. This text likely provide additional information about the image content. طبعا لو انا بقى وصلت هنا انا ممكن ساعتها بقى اسال يعني ايه سيريال ريسبريشنز وتشات جي بي تي واكمل. تعال نجرب صوره ثانيه ونشوف يعني في صفحه مثلا، يعني انا لقيت صوره من الصور، لو احنا رجعنا هنا بس كده على ملف احد الصور اللي طبعا دي الصوره اللي هو عملها لنا دلوقتي، لكن لو احنا نزلنا على الصوره اللي هي في صفحه 7 دي مثلا، انا يعني صوره زي دي ما فيهاش كتابه خالص، يعني محتاجه يعني شخص متخصص جدا عشان يشرح لنا ويوصف لنا ايه اللي موجود في الصوره ديت في صفحه 7. شو صفحه 7؟ فانا هروح مره تانية على الموقع، والمره دي هختار الصوره اللي موجوده في صفحه 7. طبعا هتسال انا حولت الملف كله الى صور من خلال يعني خاصيه موجوده في الاكروبات، ادوبي اكروبات. طبعا زي ما قلت انا ممكن اطرح اي سؤال، بس انا ما عنديش فكره، انا مش عاوز اطرح سؤال ما يطلعش ليه معنى، لكن ممكن اكتب هنا اللي انا عايزه، لكن برضه هقول له هنا ديسكرايب ذيس ايمج، اوصف لي الصوره ديت، وهنتظر. طبعا هو بيحاول يقرا الصوره، بيعمل لها شكل من اشكال الاسكانز، وبعدين بيديك وصف او شرح، او تقول له بقى اكسبلين بدل ديسكرايب، تقول له اكسبلين في ايمج از ديتيلد دايجرام اوف ذا سيلز شوينج اتس انتر الستراكشرز اند فيريس كومبوننت. بيتكلم على ان دي بتتكلم على ده عباره عن وصف او شرح ديجرام للسيلز الخليه، وبيبين البنيه الداخليه والمكونات المختلفه اللي موجوده ليها، انها بتهايلايت ذا ديفرنت بارتس اوف ذا سيلز ساتش از نيوكلي. بيقول لك ده بيبين بقى المكونات المختلفه زي النواه وزي مش عارف كذا وزي كذا. ذا ايمج ان بلاك اند وايت which emphasizes the contrast between كذا، بيحاول برضو يوصف لك الالوان المستخدمه، ان الالوان المستخدمه عشان يظهر الاختلافات او التعارض ما بين الاشكال. طبعا دي من الاشياء المهمه جدا جدا. طبعا لو انا عندي صوره حتى على الموقع مثلا، لو انا رحت عند موقع على جوجلز وكان عندي صوره قدام مني على صفحه من الصفحات، وليكن مثلا ايا كانت الصوره اللي كنت بتكلم مثلا على ايتم، بلاش ايتم، كاركترستيك كيرف مثلا، كيرف الايتم كاركترستيك كيرف ده حاجه من ضمن الحاجات. لو انا مثلا كنت شفت شكل من اشكال الصور وكان في صوره معينه من الصور اللي انتوا حضراتكم شايفينها دي وانا مش فاهمها، فممكن في الحاله دي اخد حكايه السكرين شوت ديت، مش هاخد بقى مش هنزل الصوره وهي كده، ممكن اقوم جاي انا مثلا عامل هايلايت كده للصوره ديت تمام بهذا الشكل، وبعدين هو بقى يحاول ياخدها، وبرضه اقول له ديسكرايب ذيس ايمج، يعني لو عندي صوره هنا طبعا احاول اشوف الايمج ديت ويحاول يصفها لي. طبعا دي حاجه انا فاهمها، لان ده بيتكلم على الايتم ريسبونس ثيري، ودي بيتكلم على المنحنى المميز المفرده، وبيتكلم على الحاجه طبعا اللي موجوده الواحد يقدر ذا كيرف از مش عارف كذا، بيقول لك ذات ديسبلاي ذا كاركترستيك كيرف اتس يوزد تو ريبريزنت ا ديفرنت اسبيكت اوف كاركتر اوف ذا كيرف، ذا جراف از لايكلي تو يوزد تو فيجواليز ذا اناليسيس داتا اند باترن ان ذا كيرف. طبعا بيوضح النسق وبيحط العلاقات بين ذات ديتكت ان ذا ايمج از ايتم كاركترستيك كيرف، ده المنحنى المميز المفرده، هو فعلا هو ده المنحنى المميز المفرد زي ما قلت لحضراتكم اللي بيشرح الكلام ده. زي ما قلت لو انا عندي بقى يعني حاجه فيها يعني ملف على هيئه صوره، يعني او يعني ممكن انا اخد حاجه زي كده اهي، انا برضو اعملها بالطريقه دي كده، واقوم جاي هنا بقى ما اقول له، ممكن اقول له انا عايز الكلام اللي موجود هنا، فانا اقول له هنا اكستراكت تكست فروم ايمج، طلع لي الكلام اللي موجود هنا، فهنا بقى هيحاول ان هو يشوف لي الكلام اللي موجود في الصفحه ويحاول يعمل له اكستراكت، اكستراكت فروم ايمج، يبدا يشوف ايه الكلام اللي موجود ويحاول ان هو يوصفه لنا ويحاول ان هو يشرح. اتمنى برضو يكون الفيديو ده افاد اي حد مهتم بقضيه ان انا عندي صوره والصوره دي فيها يعني مجموعه اشكال، او مجموعه حد عايز حد يشرح لي محتواها. انا في ضوء معلوماتي وضوء ما يتوفر عندي انا شايف ان ده هو افضل حاجه لشرح الصور، لان يعني احيانا الواحد بيبقى قدام منه صوره ومحتاج حد يوصفها له، طبعا لان الصوره دي صوره علميه فالامر بالنسبه امر صعب، لكن لو صوره عاديه الامر هيبقى اسهل اسهل كتير. اتمنى يكون الفيديو افاد حضراتكم،
دايما في نهايه الفيديو بيقول لك عجبك الفيديو اعمل له لايك، تعرف حد يستفيد بيه اعمل له شير، في جميع الاحوال اوعى تنسى تعمل سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.